يلقبونها بلغتهم لا دكتورة، والآن صارت الرئيسة لا دكتورة. هذه كلوديا شينباو، أول رئيسة للمكسيك في تاريخ البلاد. امرأة يرى المكسيكيون في بسمتها أملا وطمأنة، تلمع عيونهم دعما نعم، ولكن أيضا تكليفا وتوكيلا. فتلك من ستواجه التحديات، خاصة الجريمة المنظمة. شينباو فيزيائية حاصلة على درجة الدكتوراه في هندسة الطاقة، دخلت معترك السياسة عام 2000 بعد تعيينها وزيرة للبيئة في حكومة مكسيكو سيتي، ثم تدرجت لتصبح رئيسة حكومة المدينة بأكملها عام 2018، وكانت أول امرأة تحقق ذلك. لكنها تنحت عام 2023 وعينها على رئاسة البلاد. فعلا حصدت شينباوم نحو 60% من أصوات أكبر انتخابات في تاريخ المكسيك على أن تتقلد المنصب في أكتوبر المقبل. هنا ينتهي التشريف ويبدأ التكليف، إذ أن معدل جرائم القتل في المكسيك من الأعلى في العالم، ولا يزال أكثر من 100,000 شخص في عداد المفقودين في البلاد. كما ترتفع معدلات قتل النساء هناك، إذ تشير التقديرات إلى مقتل نحو 10 نساء يوميا. لذا على عاتق الرئيسة تقع مسؤولية التحرك السريع بشأن قضايا الجريمة المنظمة والأمن في المكسيك.